بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لنا دائما الخير. ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل حاجة النبي كان بيقولها كانت رحمة لينا ونجاة لنا من النار. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا بيدلنا في أحاديث كتيرة جدا على يعني أمور بسيطة جدا لو أنت عملتها في حياتك هتكون الثواب بتاعها كبير. يعني أنت بتعمل حاجة بسيطة جدا لكن ثوابها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد إحنا في غفلة، يعني إحنا بسبب إن إحنا ما بنسمعش أو ما بنقرأش في الأحاديث أو السنن ونسمعش العلماء، غفلانين عن الحاجات دي. طيب زي ايه؟ زي مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحثنا على صلاة 4 ركعات قبل الظهر. تعال شوف الفضل والثواب الكبير بتاع صلاة 4 ركعات قبل الظهر، يعني بعد لما أذان الظهر يأذن تقوم تصلي 4 ركعات لله وأنت مثلا في الجامع أو في السيدات اللي بتصلي في البيت، تصلي كل يوم قبل الظهر 4 ركعات. الثواب بتاعها ايه؟ من حرص على أداء 4 ركعات قبل الظهر كان حقا على الله أن يحمي لحمه من عذاب النار يوم القيامة. شفت الثواب العظيم؟ يعني ما فيش أبسط وأسهل من كده. وربنا سبحانه وتعالى عايز يغفر لك بأي شكل بأي وسيلة، بس أنت تعالى تعالى. يعني زي اللي هو مثلا نفسه أنه يغفر لعبده، بس طبعا أنت لو مجدش ربنا سبحانه وتعالى ده خطأ في حقك أنت، وانت كده بتعرض نفسك للهلاك. تصلي كل يوم 4 ركعات لربنا سبحانه وتعالى قبل الظهر، يقوم ربنا يديلك ثوابهم ويكون جزاءهم عند ربنا ايه؟ انه يحمي وجهك من عذاب النار يوم القيامة. وبعد لذلك سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يحرص على أداء هذه الركعات الأربع. فلما سئل عن هذا قال: لقد سألت خليلي محمدا فأخبرني بأن هذه الساعة تفتح فيها أبواب الجنة. يعني التوقيت اللي هو بعد الأذان بتاع الظهر، في التوقيت ده أبواب الجنة بتكون مفتوحة، فأنت تقدر تدعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت. تصلي 4 ركعات لله، تقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى لما تقام الصلاة بأي دعاء أنت محتاجه. لو كنت في كرب، في أزمة، في أي، عندك مهموم، عندك أي مشكلة، تقدر تناجي ربنا سبحانه وتعالى وتدعيه في هذا الوقت وتحمي نفسك بال4 ركعات. الموضوع بسيط جدا، يعني 4 ركعات دول أنت متخيل لو أنت بتصلي صلاة بطمأنينة ما ياخدوش منك أكتر من 10 دقايق. لو أنت يعني بتصلي بإخلاص وبتصلي بطمأنينة كده وخشوع، 4 ركعات يقوم ربنا سبحانه وتعالى يحمي وجهك بيهم من النار يوم القيامة.